دعنا نذهب إلى الموضوع التالي في فقرتنا التحليلية اليوم من صحيفة السوداني، نقرأ منها: البشير ودبي يلتزمان بإزالة العوائق على الحدود بين السودان وتشاد. أعلن الرئيسان المشير عمر البشير وإدريس دبي التزامهما بإزالة العوائق القانونية والإدارية والهجرية والأمنية على الحدود بين البلدين، وأتعهدا بتنفيذ توصيات مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية والذي اختتم أعماله بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بعد جلسات استمرت لمدة يومين. ووجه البشير ودبي وزراء الدفاع والنقل والزراعة والتجارة والجهات ذات الصلة باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ توصيات المؤتمر، واتفقا على انعقاد سنوي متبادل على مستوى رئيسي البلدين للتقويم والمراجعة المستمرة تعزيزا لعلاقات الخرطوم وإن جمينا. ما هو رأيك وتقييمك لنتائج مؤتمر الحدود الذي كان بين السودان وتشاد؟ مؤتمر الولايات الحدودية الذي انعقد على مدى يومين، شرف فاتحته نائب الرئيس حسبه ورئيس وزراء تشاد، وشرف خاتمته ومحر البيان الختامي وتسلم التوصيات الرئيسان البشيرة ودبي. هذا المؤتمر يأتي تتويجا لتجربة القوات المشتركة التي حققت الأمن على جانبي الحدود، ولم يتوقف أمرها عند توفير الأمن والسلام، بل امتد. هذه القوات المشتركة ساعدت في محو الأمية وفي حفر الآبار وفي فتح المدارس وفي إقامة المساجد وفي محو الأمية، وكل هذا نهضت به القوات المشتركة. لو أردت أن تقف على مدى أهمية العلاقات المتبادلة بين السودان وتشاد، لك أن تصدق أن القبائل المشتركة على جانبي الحدود بين السودان وتشاد تبلغ نحو 35 قبيلة إلى هذا الحد. على أرض الواقع شعب البلدين لا يعترفان بالحدود المرسومة أصلا، يدخلان ويخرجان. لكن حتى يعني في صحيفة اليوم التالي الرئيس الجمهوري البشير قال أنه الحدود بين الخرطوم ومنجمين هي حبر على ورق. نعم، هي مصطنعة وهي رسمها المستعمر، لكن لا يتقيد بها الأهالي على جانبي الحدود. هذه واحدة. المصالح الاستراتيجية بين الدول ينبغي أن تبنى على المصالح المشتركة، العلاقات الاستراتيجية. أدرك البلدان السودان وتشاد هذا، ومن ثم تشاد أدركت أن مصالحها في السودان، وضرورة أن تقام مشروعات زراعية مشتركة على جانبي الحدود، هذا مهم جدا. ضرورة أن تكون هناك تبادل ثقافي، ضرورة أن تكون هناك أسس للتعايش في الحدود، هذا مهم وضروري جدا. هناك خط سكة حديد أصلا ينبغي أن يمتد حتى ينجمين اللي يربط السودان بتشاد. السودان منح تشاد ميناء في بورسودان، فيما مضى كانت تشاد تحصل على كل وارداتها عبر ميناء دوال الكاميروني، مسافته بعيدة، أخطاره جمة خصوصا بعد أن ظهرت حركة بوكو حرام، المسافة طويلة جدا من بورسودان إلى أن تصل البضائع التشادية إلى إنجمينة لا تتجاوز 3 أيام فقط، خاصة بعد نزع السلاح في دارفور. وبعد أن تم تأمين الطرق التجارة، وهذا هو الأهم، الآن ستقام منطقة حرة في الجنينة، وكذلك ستقام منطقة حرة هناك على الجانب التشادي في أدري لتكون هناك حركة تجارة. الرئيس وجه وزير التجارة وزراء التجارة في البلدين بفتح المعابر وتأمين انسياب التجارة ما بين البلدين، وجه كذلك الزراعة بالنظر في إقامة مشروعات مشتركة، وجه وزارة النقل بالتطبيق الاتفاقيات الموقعة من بينها إقامة خط سكة حديد. الآن كثير من الطلاب التشاديين يدرسون في الجامعات السودانية في مجلس التخصصات الطبية، هناك عدد كبير من الأطباء والطبيبات يدرسون في التخصصات العالية. السودان يمكن أن يكون مزارا سياحيا ليس لتشاد وحدها، وإنما لكل غرب أفريقيا ولجنوب السودان، هذا مهم جدا. الجامعات السودانية يمكن أن تستقبل كل هذه الأعداد الكبيرة جدا. هناك مدرسة الصداقة السودانية في إنجمينة. الآن السفارة التشادية في الخرطوم حصلت على قطعة أرض في أم درمان في منطقة أبو سعيد لإقامة مدرسة إدريس دبي للصداقة التشادية السودانية. أنا أعتقد أن العلاقات بين البلدين قطعت شوطا كبيرا. نعم، حتى يعني بدليل أنه الطلب الذي قدم به الحكومة التشادية بتخصيص موقع لها للصادرات والواردات التشادية في ميناء بورت سودان. صحيح، وتمت إجابة الطلب وتم تخصيص الموقع. نعم. طيب هل هناك ممكن خطوات أخرى يمكن أن تقوم بها الحكومة السودانية الاستراع مثلا أو تعزيز هذا الطلب؟ الطلب تمت إجابته،
وبالفعل بدأت تشاد تحصل على وارداتها عبر ميناء بورسودان. صحيح فيما مضى كانت تعتمد على ميناء دولة، لكن يبدو الآن وبشكل أساسي ستعتمد على ميناء سود. يا أخي، هذا يؤكد أن ميناء بورسودان يمكن أن يصبح ميناء إقليميا، لأننا كل حولنا كثير من دول الجوار ما يسمى في الجغرافيا بالدول المغلقة، تشاد دولة مغلقة، إثيوبيا دولة مغلقة، كل هذه الدول ستعتمد بشكل أساسي على ميناء بورسودان، ومن ثم أمامنا فرصة كبيرة جدا لأن يتحول ميناء بورسودان إلى ميناء إقليمي. نعم.